يا جماعة، عندي الغرفة هذه بالبيت نادرا ما أجلس فيها أنا أو أحد من أهلي. اليوم حبيت إني أجلس فيها وجيت أبي أفتح الدريشة وتفاجأت من هذا المنظر. هذا واحد، هذاك الثاني، وهذا الثالث. وقررت من اليوم ورايح بإذن الله إني معاهم إلين نهاية هذا الصيف الحار جدا، وأتمنى من كل واحد يشوف المقطع ينشره ويكون معاهم إلين نهاية هذا الحر الشديد. ولا تنسون إنه في كل كبد رطبة أجر عظيم وخير كثير بإذن الله. مساك الله بالخير. هذا اللي هو القطو النادر، والله يجزاه خير اخونا ناصر الهاجر ابو محمد، حصروها مستهلكه في ذا الصيف القيط، خذوها واعتنوا فيها هو والعيال، وجاوا كمبادره طيبه منهم، اعطونا اياها على اساس نطلقها ان شاء الله في محميه سمو الامير. فاحنا بنرتب ان شاء الله مع المسؤولين في المحميه، هو ذكر طبعا، بنشوف ايش الاليه. طبعا الحين حر، ممكن نخليها عندهم يعتنون فيها الين عاد يبرد الجو، عقب ما يعالجونها او كذا عاد يطلقونها عن طريقهم. فجزاك الله خير يا ابو محمد، والله كثر من ذلك. وهذه اضافه طيبه راح نضيفها ان شاء الله للاراضي البريه اللي اخذناها قبل فتره، نطلقها ان شاء الله على اساس يكون في تكامل. فجزاك الله خير. وياك طال عمرك تستاهل، وحنا والله من محبينك ومشجعين في الامر هذا. يعني والله يوفقك ان شاء الله. نتمنى الكل مثلك والله، بيض الله وجهك.